الشيخ، أليس من نعم الله واختيار الله لعبده، والله لا يختار لعبده للخير، أن ينتقل الشيخ ياسين بن ناصر الخطيب من الفلوجة من العراق ثم يعيش في هذه المدينة المباركة؟ والله هاي نعمة عظيمة، أنا أعتبرها هجرة، الله أكبر. لأن أنا جيت طالب علم سنة 96، 96، 1896. كيف كانت مكة في 96؟ كانت صغيرة، حتى الرياض كانت صغيرة جدا. من تذكر من المشايخ في 96 شيخ؟ ابن حميد، تذكر الشيخ عبد الله؟ عبد الله بن حميد، والشيخ بن باز، والشيخ الله يرحمه، كلهم الشيخ كنا معهم. الله، من أبرز الطلاب اللي درسوا عندك يا شيخ في مكة في جامعة أم القرى؟ في جامعة أم القرى، وكيل وزارة العدل عبد اللطيف الحارثي، الحارثي، أعرفه، الحارثي، أنعم وأكرم. كثير جدا، والشيخ ماهر المعقلي من أول شيء ماجستير دكتوراه، وأشوف رأيت لك مناقشة أنت مشرفا على الشيخ الدكتور ماهر المعقلي، أي نعم، وكانت بحضور سماحة المفتي. إيه الشيخ، يعني أنا قلت الشيخ والدي وأنا أكبر منه ب5 سنين. الله يمد عمرك على طاعته. الذي بقي من الأمنيات للشيخ ياسين بن ناصر الخطيب؟ والله ما أبغى إلا حسن خاتمة، أسأل الله حسن خاتمة، أسأل الله ذلك. والله كل شيء موجود، ونعم عظيمة، ومغدق علينا، وشكرنا قليل. الله، والله يا أخي لو شكرنا لأنها من عوض. الله، عندي 7 كلهم أخذوا دكتوراه، ما شاء أخذوا الله، دكتوراه كلهم، كلهم أخذوا الدكتوراه. إيه، وكلهم حفظ القرآن، ما شاء الله. نعم، والبنات 9 كنا تزوجوا، وكنا حفظ القرآن، ما شاء الله، حفظ القرآن كاملا، اللهم حتى أبنائهم الآن يحفظوا. أسأل الله يمد عمرك على طاعته، آمين آمين، ويختم لنا آمين ولك بخير. وأنا والله سعيد جدا بلقائك، وأشهد الله بمحبتك، والله أنا أسعد بك، وحرصت جدا والله لقائك هنا في الله مكة. يجزاك ألف خير ويبارك آمين، فيك، حفظكم الله شيخنا، آمين، الله يجزاك خير طول العمر، في أمان الله، السلام.